شويه ديو بين جوج فنانين، هما جوج فنانين يعني باغيين نفس لا بيرسون، جوج بغيت نديهم جوجهم، واحد غني واحد فقير، والفقير هو الله. دونك الدور ديال الغني جابو السي سعيد، بظروف الجائحه واللي واقع في الجائحه والظروف الاحترازيه اللي خصنا كاملين نديرو، حاولنا نكونوا ليميتي في الخدمه، يعني خدمه الاستوديو كان يعني تكونوا حنايا ليميتي، يعني الفنانين غير هما ديراكتومون تيجيو كل واحد الاوقه ديالو، وصلنا لو كليب كذلك كان لو مينيموم والناس بروفيسيونيل، يعني حاولنا نقصوا لو ماكسيموم في ليكيب وهذا، ولكن نجيبوا دي جون كي سون كاليفيي اللي يقدر يدير دو تاش ولا تخوا تاش على فوا. والحمد لله كانت الاجواء مزيانه، ما لقيناش عراقيل، سيتي افيك ليكسبيرونس ديال ليكيب كامله، افيك ليكسبيرونس ديال المخرج، افيك ليكسبيرونس ديال تول موند، الحمد لله دازت الامور مزيانه. وصورنا نورمالمون في شهر 8، هو الموضوع اللي اقترحه هو الفنان زكريا بقشا اللي هو كلمات الالحان ديالو، يعني كما شرت قبيله في لا كونفيرونس كانت اغنيه السي وهيب اللي تقترح كنا تنسمعوا لانني تندير لي اداره الاعمال ديالو، مي كنا تنسمعوا الاغنيه سمعنا هذه قلت لهم اتفقنا عليها عجبتنا انها اغنيه ديو، حتى رشحت فنان سعيد مسكير، افكتيفمون سعيد مسكير حب الفكره من الاول، سمع الاغنيه عجباته وصافي، ومن تما بدات المسيره ديال لو ترافاي، وحتى حنا دابا الحمد لله حنا اوجوردي في لا كونفيرونس. كما كنقولوا الكلمات ولا الشونسون راه هي اللي كتبعوا الكلمات واللحن راه هما اللي كيديروا الاغنيه. كاين ماشي نجاح الاغنيه بانها راه كلام جميل ولحن جميل، هذا ما كيستاهلش، لان انا فاش خدمت انجينيور دو سون في الاستوديو خدمت سنوات وسنوات في فرنسا. هذا الاختيار جاء لان الاغنيه ديال بيكشا وعطى الكلمات ديالو، دونك ما قدرتش، عجبتني الاغنيه لان اختيار اجتماعي، واحد لا شونسون اجتماعيه كنظن غادي تاخذ الحق ديالها عند الجمهور المغربي او خارج الديار المغربيه، لان كتكلم على واحد الموضوع اللي كنعيشوا حنا كاملين كمجتمع، هذه المساله ديال نكمل الدين. دونك حنا كنتمنى عطينا هذا الميساج باش نكمل باش نوصلوا لهذا المبتغى ديالنا ان شاء الله. بديت باغي نبدا بالديو، باغي نبدا المسار ديالي بالديو، لان غبرت سعيد مسكير غبر بزاف، ودابا رجع بواحد الديو اللي كنتمنى ان شاء الله باش يروق الجمهور، ومن بعد عندي كاتر سينجل اللي غادي يخرجوا في اقرب وقت، ها انا دابا كنصور واحد لو كليب اخر، ومرحبا بكم ان شاء الله. العنوان ديال الاغنيه بنتي ليا، واحد الاغنيه سميتها بنتي ليا، هي وبنتي بنتي ليا بنتي ليا، المهم تتشوفها ان شاء الله راه قريب قريب العاجل ان شاء الله. هو داك الشيء كان شويه راك عارف كورونا ملي جات راه ماشي على الفنانه كاملين، الفنانه المغاربه كاملين مساكن وقعوا في هذا زعما تاثرنا بمعنى الكلمه، ما كانتش لا خدمه لا والو، تاثرنا بمعنى الكلمه. جيسبر ان شاء الله هاد كورونا تمشي ونرجعوا للخدمه ديالنا. اول حاجه تحيه للاخوان وشكرا على المسانده ديالكم، وكنتمناو نكونوا عند حسن الظن. حنا حاسبين راسنا طبعا عائله واحده بدون لا رسميات ولا مبالغات ولا مجاملات. اصلا الفكره جات مع خويا محمد الناصري، هو مدير اعمال اللي كيقوم بعده اداره الاعمال ديال الفنانين. انا ملي جاتني الفكره عجبني الحال ورحبت بالفكره ديال انني ندير ديو مع خويا سعيد مسكير، وتم وداز ذاك الديو بكل اخوه، بكل صراحه بكل تلقائيه، بكل بزاف ديال التفاصيل كانوا صراحه زوينين، كانت تجربه رائعه صراحه. اختيار بالفيديو جاب باختيار الكلمات اللي بنينا عليها الفيديو كليب، الكاتب والملحن زكريا بقشا هو اللي عطى هذه الفكره هذه وجسدها، بغى يجسدها على الارض الواقع في الفيديو كليب. وداز حتى الفيديو كليب صراحه التصوير ديالو في مده 3 ايام في مراكش في قريه سياحيه، وداز داكشي بمستوى. الانطباع ديال الاغنيه بان الانسان بسيط عصامي، بغى واحد الانسانه وانسان لاباس عليه وعنده فلوس، بغى واحد الانسانه، وبجوجهم كيعاندوا بعضياتهم عليها، وكل واحد كيقول للثاني كلمه.
واحد كيقول لي انا بغيت نكمل ديني، واخا عندك الفلوس ما يمكنش تمشي وتخليني. الاخر كيقول لي انا بغيت نكمل ديني، راه عندي قلب وعندي كذا، المهم الى اخره. كاين واحد شي حاجه جديده وتوعوي وتحسيسي ورساله. انا كيقول لك مادام كيقول لك الفن رساله، فعلا حنا بالنسبه لهاد الكلمات والشيء اللي درنا راه فعلا رساله اسم على مسمى، رساله فعلا، لان راه الكلام محترم في المستوى، كيوصل واحد، كيبين ما كاينش عنصريه بين الطرفين، انما اللي كيستاهل ويصون بنت الناس ويبغيها ويحافظ عليها هذاك اللي اولى بها، او 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 او, أو العصاميه، لان الغنى غنى النفس، كلنا فقراء الى الله، انما احنا ما خديناش كفقر ابغاني. مثلا انا اللي انتجت العمل كامل، وانا اللي خديت الدور ديال الفقير، علامه بان خايده بان انسان عصامي وليس كفقير. هذا هو اللي كاين، لان كيقدر الانسان العصامي عنده كتكون عنده بزاف ديال المبادئ، او الا نجح في عالم المال والاعمال كيكون خايد التجربه والخبره من 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 من, من العصاميه او المراحل اللي داز فيها، فكيقدر يحسب الناس اخرين. هو غادي بحال هكا حساسي كفنان، هو غادي يلقى نجاح الا ما حققش ارقام، غادي يحقق بان غادي يوصل للناس. فلهذا انا واثق انه ناجح، الا ما حققش كارقام غادي يحقق نجاح بان غادي يوصل للناس وغادي يلقى قابليه. كلمه اخيره كنحيي الجمهور من هذا المكان، وكنقول لهم كنتمنوا نكونوا في المستوى اللائق، و تحياتي لكم، وان شاء الله انتظروا من الجديد.